تقريبا زينة، هي المبادرة نجم تقول الخطة اللي قدمتها رئيس المفوضية، لا رئيس المفوضية بعد ما زارت لمبادوزا فيها تقريبا 10 نقاط، لكن أهم لكن أهم النقاط اللي فيها هو أنه احنا أكيد هو الهدف هو دعم إيطاليا، لأنه فعلا إيطاليا المرة هذه الهجمة غير مسبوقة، الهجمة بتاع القوارب نقصها غير مسبوقة. لكن زادة ثم حويجة نحب نذكر بها ديما فيما يتعلق بالتدفقات بتاع المهاجم. أيوة. نحب ديما بالنسبة لتونس نحكي، ثم تصريح رئيس حركة النهضة وقت لي بعد 25 جويلية وقت لي تسكر البرلمان، قال إذا لم يتم لم تساعدنا أوروبا أو لم تقف إلى جانبنا أوروبا العودة إلى الحكم، للحكم لينتظروا أنه على 500,000 مهاجر سيصلون السواحل الجنوبية لأوروبا. نفتح القوس هذا ونسكره. شو معني؟ معناتها فما مخطط كامل، التهديد تنفذ الهجمة أو الموجة متاع اللي ريناها في صفاقس من واضح أنه ما يحدث أنه شبكة يعني ما هو شبكة منظمة وشفت الأموال الكبيرة، واضح أنه أموال كبيرة وشبكة منظمة على مستوى عالي، شبكة دولية على مستوى عالي من الحرفية ومن خاصة الأموال التدفقات الأموال عجيبة وغريبة على الناس هذو مرة عجيبة وغريبة، يعني ليس مجرد إنسان قليل من المال حتى يهاجر، لا لا، هناك عملية دفع آلاف 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 سواء كان عبر تونس أو غيرها للوصول إلى تلك، معناتها لبث هالأزمة دي. تطبيق إرهاب الهجرة على أوروبا، هذا إرهاب الهجرة معناها يا نرجع للحكم يا أنا هذه أنا لأنه طيب ما عليك، أنا التصريح هذايا ذكرت به لأنه فعلا نتقبي. بالنسبة للمبادرة الرئيس المفوضية من أهم النقاط تقول لك لابد يعني أن أوروبا أيضا تشارك إيطاليا في استقبال بعض المهاجرين، لكن ستكون أعداد ضعيفة جدا معروفة بالنسبة لأوروبا، لكن هناك كلمة قالتها، قالت لابد من دعم الميزانية التونسية بشكل مستقل عن الاتفاق مع صندوق النقد. هو طبعا هذا من المفروض يكون منذ أشهر، لكن ما صارش، لا لا، لأنه هناك أحزاب، لأنه هناك أحزاب أيضا في البرلمان الأوروبي وغيره 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 تحاول أن تضغط ل عودة تعمل مقايضة كان صرح رئيس الجمهورية في أكثر من مرة قال لهم لن نكون حراس حدود، أنت كيف تحب ما حطوش الإمكانيات. لكن هناك أيضا نقطة أخرى قالت من الضروري العمل مع تونس لتأسيس المكتب الدولي للمهاجرين وخلق مشاريع جديدة وتخصيص الأموال لتونس. أنا المكتب هذايا لشنو باش يعمل؟ قدها عند قد حطوا في لمبادوزا اخي ولا لماذا في تونس تعمل لي مكتب معناها المهاجرين الكل باش يجيو يستفيدوا من الخدمات هنا، معناها احنا ما خرجناش من الاشكال. والخطه اللي تحطت